يلا حيه. شلونكم؟ مرحبا الف. طيبين؟ سطام، انت من الناس اللي صراحه صوتك عطر انشوده دينيه تخشع لها القلوب. الله اكبر. ايش رايك؟ اليوم عبد الله بصلي لك حديث. شكرا على مقدم قناه واقع اليوم الجاي. انا مقدم عبد المجيد. اليوم قلت انشوده لكن ما يصح تكرير. يقول ما يصح تكرير. لكن بقول انشوده عن الام. وان شاء الله انها عاد. يا اخي والله الامهات الله يتزكى. يا ليل لا وبما ان ان اليوم احنا الام ولا تنسوا الوقف الام يا جماعه الوقف عن الام بعد هلا والله ما نتكلم ولا فيهم حد توقف يقول يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي ليديك عسى يزايلني الضجر سلامتكم يا سلام هذا واحد من شعار يقول والله يا أخي عندك نبرة صوت غريب